صباح الخير يا حلوين طلبة الصف الثاني الابتدائي، معادنا اليوم مع درس جديد، درس اسمه عندي موهبة. الدرس ده قصته حلوة جدا. عندنا بنت اسمها سلمى راحت رحلة وهنشوف عملت ايه، استمتعت جوه الرحلة جدا، وكمان لما خلصت الرحلة المعلمة بتاعتها كانت مبسوطة منها جدا لأنها عملت مفاجأة. تعالوا نشوف سلمى عملت ايه، نقرأ معايا بعض الدرس. الدرس ده موجود صفحة 58 في كتاب المدرسة. تعالوا نشوف مع بعض. عندي موهبة، عندي موهبة، عندها تنوين بالضم من الأول. ذهبت سلمى مع فصلها في رحلة مدرسية إلى السيرك، وهناك شاهدت عروض الحيوانات وعرض الساحر، وضحكت كثيرا على عرض المهرج. وأثناء عودتها من الرحلة سألت سلمى المعلمة كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع؟ كل واحد يا سلمى عنده موهبته، قالت سلمى في نفسها وهي حزينة، أنا لست موهوبة. وفي اليوم التالي للرحلة طلبت المعلمة من التلاميذ أن يرسموا ما أعجبهم في الرحلة، فرسمت سلمى صورة جميلة ومعبرة عما أعجبها بالرحلة. وعندما عرضت لوحتها على المعلمة ابتسمت وقالت لديك موهبة الرسم يا سلمى. صاحت سلمى وهي سعيدة وقالت عندي موهبة. ده الدرس بتاعنا، سهل جدا. هناخد مع بعض دلوقتي، هنقرأ تاني ونشرح ونقول المفردات والمعاني. عندي موهبة. ذهبت سلمى مع فصلها في رحلة مدرسية إلى السيرك. سلمى راحت مع المدرسة رحلة إلى السيرك، وهناك شاهدت عروض الحيوانات وعرض الساحر. دايما في السيرك بنشوف العروض بتاعة الحيوانات وهي بتلعب، وكمان نشوف عرض الساحر. وضحكت كثيرا على عرض المهرج، انبسطت جدا وفرحت جدا من عرض المهرج. معنى شاهدت رأت، معنى عروض تقديم الحاجات اللي الحيوانات والساحر قدمها. وأثناء عودتها من الرحلة، أثناء يعني خلال وهي راجعة من الرحلة، سألت سلمى المعلمة كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع. يستطيع يعني يقدر، خدناها قبل كده. وسألت سلمى المعلمة ايه زي مس الساحر بيعمل الخدع اللي احنا شفناها دي كلها. فالمعلمة ردت قالت كل واحد يا سلمى عنده موهبة. قالت سلمى هوية في نفسها وهي حزينة، أنا لست موهوبة. لما المعلمة قالت لسلمى كده إن الساحر عنده موهبة، فسلمى فكرت إن هي مش موهوبة وقعدت حزينة. في اليوم التالي للرحلة، التالي معناها الذي يليه، يعني اليوم اللي بعد كده، طلبت المعلمة من التلاميذ أن يرسموا ما أعجبهم في الرحلة. المعلمة طلبت منهم إن هم يرسموا الحاجات اللي عجبتهم في الرحلة. فرسمت سلمى صورة جميلة ومعبرة عما أعجبها بالرحلة. سلمى رسمت صورة جميلة جدا عن الحاجات اللي شافتها في الرحلة. وعندما عرضت لوحتها على المعلمة ابتسمت وقالت لديك موهبة الرسم يا سلمى.
لما سلمى ورت الرسمة بتاعتها للمعلمة، المعلمة قالت لها ان انت عندك موهبة الايه؟ الرسم. تاني، يا سلمى، ده اسلوب نداء. صاحت سلمى وهي سعيدة وقالت عندي موهبة. طبعا سلمى في الاخر كانت سعيدة وقالت ان هي عندها موهبة، وعكس سعيدة حزينة. نبص في كتاب المدرسة صفحة 62 ونشوف، بيقول لي فكر وعبر بالرسم عن رحلة أعجبتك ثم شارك. يا ترى انت رحت رحلة فين؟ لو مثلا حضرتك رحت رحلة حديقة الحيوان، يبقى ممكن ترسم لي أسد أو قفص الأسد أو القرد أو الجمل. لو حضرتك رحت السيرك زي سلمى أو الأسد، لو حضرتك رحت السيرك زي سلمى ممكن ترسم المهرج، أو لو أنت رحت البحر ممكن ترسم البحر اللي أنت رحته. يعني حضرتك ترسم الرسمة اللي عجبك. طيب السؤال اللي تحتيه بيقول لي اقرأ واكتشف. نشاط ألف، صل كل كلمة بمعنيها. شاهد عمر صاحبه عليا وهو يلعب. يا ترى معنى كلمة شاهد؟ شاهد، احنا بنعرف معنى كلمة شاهد من خلال معنى الجملة، وبنحاول نقرأ كل الكلمات اللي في العمود التاني علشان خاطر نعرف الكلمة الصح. رأى، الذي بعده، التقديم، خلال، يقدر. معنى شاهد رأى، نوصلها. الصورة التانية، شاهدنا العرض الممتع في السيرك. معنى كلمة العرض ايه؟ شاهدنا الذي بعده، شاهدنا التقديم، شاهدنا خلال، شاهدنا يقدر، شاهدنا التقديم الممتع في السيرك. وجدت النقود في أثناء ذهابي إلى المدرسة. وأنا رايح المدرسة وجدت النقود. ما معنى أثناء؟ أثناء هل معناها الذي بعده؟ ولا معناها خلال؟ ولا معناها يقدر؟ معناها الذي بعده، خلال، سوري. يستطيع التلميذ أن يرسم وردا ملونا. يستطيع خدناها قبل كده ومعناها يقدر، نوصلها. يوم الاثنين هو اليوم التالي ليوم الأحد. التالي هو الذي بعده، الذي يليه، اللي بعديه، بالظبط زي ما بنقول كده بالعربي، اللي بعديه، الذي بعده. سؤال ب، اقرأ النص ثم أجب. واحد، في بداية القصة كانت سلمى مسرورة ولا حزينة؟ الأول سلمى كانت إيه؟ كانت حزينة لأنها ليس لديها إيه؟ موهبة. في النهاية كانت سعيدة لأنها كانت لديها موهبة. برافو عليكم، ممتازين. في بداية القصة كانت سلمى حزينة وفي النهاية كانت سعيدة. السؤال الثاني، رأت سلمى في السيرك عرض، شافت عرضين، عرض ايه وعرض ايه؟ الساحر والمهرج. ثلاثة، المعلمة اكتشفت موهبة سلمى عندما، المعلمة عرفت امتى ان سلمى عندها موهبة؟ رسمت ما اعجبها في الرحلة، لما سلمى رسمت ما اعجبها في الرحلة. رقم اربعة، فرحت سلمى بان عندها موهبة. ليه سلمى فرحت ان هي عندها موهبة؟ اعتقدت ان ليس لديها موهبة، لان هي كانت فاكرة ان هي ما عندهاش اي موهبة. ضع الكلمات في مكانها المناسب. ضع الكلمات في مكانها المناسب. أشاهد بالعرض أثناء يستطيع التالي. قالت المعلمة غدا سنقوم المدرسي بالعرض المدرسي، بالعرض المدرسي، صح تمام كده. من نقط قراءة النشيد، من نقط قراءة النشيد؟ من يستطيع قراءة النشيد؟ قلت أنا يا معلمتي أحب أن أقرأ النشيد و زملائي.
يعرضون أعمالهم. أنا هقول النشيد وإيه؟ وأشاهد زملائي يعرضون أعمالهم. في اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة. وفي اليوم التالي، هي ما تنفعش غير التالي. وفي عرضي النشيد وجدت أبي بين الحاضرين. وأنا بعمل إيه النشيد؟ أثناء. تعالوا نقرأ تاني القطعة علشان نشوف اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. قالت المعلمة: غدا سنقوم بالعرض المدرسي، من يستطيع قراءة النشيد؟ قلت: أنا يا معلمتي أحب أن أقرأ النشيد وأشاهد زملائي يعرضون أعمالهم. في اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة. وفي أثناء عرض النشيد وجدت أبي بين الحاضرين. حان الآن وقت القراءة الجهرية، هيا اتبع تعليمات معلمك. احنا هنقرأ الدرس تاني قراءة سريعة علشان تاخد بالك منه. عندي موهبة. ذهبت سلمى مع فصلها في رحلة مدرسية إلى السيرك، وهناك شاهدت عروض الحيوانات وعرض الساحر وضحكت كثيرا على عرض المهرج. وأثناء عودتها من الرحلة سألت سلمى المعلمة: كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع؟ كل واحد يا سلمى عنده موهبة. قالت سلمى في نفسها وهي حزينة: أنا لست موهوبة. وفي اليوم التالي للرحلة طلبت المعلمة من التلاميذ أن يرسموا ما أعجبهم في الرحلة. فرسمت سلمى صورة جميلة ومعبرة عما أعجبها بالرحلة. وعندما عرضت لوحتها على المعلمة ابتسمت وقالت: لديك موهبة الرسم يا سلمى. صاحت سلمى وهي سعيدة وقالت: عندي موهبة. نرجع تاني لسؤال لاحظ واكتشف. السؤال ده بيقول لي فيه جملة قدامي، والجملة دي المفروض استخرج منها شوية طلبات. نشاط واحد: لاحظ الجملة ثم اكمل. تعالوا معانا نشوف أقسام الكلام. بيقول لي أقسام الكلام هي الاسم والفعل والحرف. الاسم هو أي اسم بيدل على اسم إنسان أو حيوان أو مكان أو جماد. ماشي، لو حبينا نشوف اسم زي إيه هنلاقي اسم زي اسم إنسان زي محمد أحمد. اسم الحيوان بيكون زي الأسد الفيل. تمام، اسم المكان هو الملعب أو المدرسة. اسم الجماد الحاجات التي لا تتحرك مثل المقعد. وكل كلمة تبدأ بأل تكون اسم، زي التلميذ، المعلم، العلم، الشارع، المكتبة. أي كلمة فيها اسم أل تبقى اسم. طيب الفعل، الأفعال دايما هي إما ماضي أو مضارع أو أمر. فعل الماضي مثل شرب أو أكل أو سمع. فعل المضارع مثل يلعب، يكتب، يرسم. الفعل الأمر مثل أكتب وإقرأ وإلعب وإفهم وإسمع. طيب الحروف، الحروف ملهاش معنى إلا إذا جت مع كلمة غيرها من الكلمات، زي حروف الجر: من إلى عن على في والباء والكاف واللام. من إلى عن على في والباء والكاف واللام. حروف العطف: و ف ثم. حروف العطف: و وفا وثم. تعال نشوف القطعة بتاعتنا ونقول نحاول نحل. ذهبت سلمى إلى المدرسة وعرضت المشروع. اسم إنسان هو، سهل جدا، سلمى. برافو عليك، نكتبه. بعد كده عندي اسم المكان هو مكان المدرسة، ممتاز. بعد كده عندي احنا بنكتب كل حاجة. اسم حدث هو حاجة حصلت أو حاجة بتحصل. المشروع اللي هي عملته،
تمام. في الجملة دي في فعل، فعل يعني حاجة بنعملها وليها زمن. ذهبت، فعل ذهبت، حاجة بنعملها ليها زمن، ذهبت زمن، زمن ماضي. وأدوات الربط اللي هي الحروف، يا إما حروف العطف يا إما حروف الجر. عندي حرف الجر إيلة وعندي حرف العطف وا، يبقى هي دي أدوات الربط اللي هي الحروف، حرف الجر إلى وحرف العطف و. تمام. بعد كده بيقولي نشاط، صنف الكلمات الآتية في مكانها الصحيح كالمثال. صنف الكلمات الآتية في مكانها الصحيح كالمثال: أريد، في، أكون، ثم، تعرف، مهارات، وظيفة، أحمد، عن. الأولاني كلمة أريد، يا ترى دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها، كلمة أريد دي فعل، برافو عليك. في حرف جر يبقى نحطه في الحروف. أكون ده فعل هنحطه في الأفعال. ثم ده حرف عطف، ثم حرف عطف. تعرف فعل، فعل مضارع تعرف. مهارات ده اسم مكتوب. وظيفة آخرها ت مربوطة، اسم وأنا مغمضة. أحمد اسم وأنا مغمض. عن ده حرف من حروف الجر. طيب بعد كده بيقول لي عبر بالرسم عن موهبتك وشارك زملائك. هترسم الحاجة اللي انت ماهر فيها. انت ماهر في ايه؟ ماهر في لعب كرة القدم، ماهر في الرسم، ماهر في السباحة، ماهر في ايه، في الموسيقى. هترسم هنا انت ماهر في ايه. هنا الولد ده ماهر في الرسم، تمام. المهارة، الحاجة اللي انت بتحب تعملها. نشاط باء، اتبع ارشادات معلمك في املاء الكلمات الآتية. انا هقرأ الكلمات دي كويس جدا وحضرتك هتتملاها بعد ما انا اقراها. اول كلمه اشاهد، بالعرض، اثناء، يستطيع، التالي. تمام. هتقوم انت في البيت باملاء مامي تمليك الكلمات دي، او معايا في المدرسه هتتملاها. بعد كده عندي نشاط جيم. نشاط جيم، اكتب بخط النسخ. مطلوب من حضرتك انك تكتب الكلمات، الجملة اللي قدامك بخط كويس. يتمتع كل منا بمهاراته الخاصة. كل واحد فينا عنده مهارة خاصة، زي ما انا قلت قبل كده، اللي عنده مهارة الرسم، اللي عنده مهارة الشعر، اللي عنده مهارة السباحة، اللي عنده مهارة الجري، كل واحد عنده مهارة. اتمنى ان انت تكتب الجملة دي بخط كويس وبالتشكيل. وكده خلصنا درس عندي موهبة، اللي اتعلمنا فيه المواهب اللي ممكن تكون عندنا واحنا ممكن ما نكونش عارفينها. اتمنى ان حضراتكم تكونوا فهمتوا الدرس، والدرس سهل ان شاء الله، واشوفكم على خير في درس تاني ان شاء الله.